بعد اختفائه 30 عاماً والعثور عليه في منزل جاره في الجزائر، عمر يتكلم لأول مرة ويقول: كنت أراكم من وراء نافذة المنزل، لكنني لم أكن قادراً على أن أفتح الباب وأخرج، وكأن قوة قاهرة بداخلي تمنعني وتمنع مناداتكم. كنت أرى والدي من وراء النافذة متجهاً إلى المسجد، وأعلم أن والدتي توفيت، لكنني كنت مرصوداً وكأن آلة تتحكم بي. عائلة الشاب الذي اختفى عندما كان عمره 16 عاماً تقول إنها فقدت الأمل في العثور عليه حينها، ووالدته توفيت قهراً عليه. ولاحظوا حينها أن الكلب الذي كان يربيه عمر لازم جوار منزل الجيران الذي حبس فيه صاحبه، لكن هذا الكلب قتل بعد 2 شهر من الحادثة بالسم، أي قبل 30 عاماً. قصة الكلب هذه استندت إليها السلطات حتى عثرت على عمر مخبأً في قبو بمنزل جاره، ولا تزال التحقيقات جارية مع الجاني الذي يبلغ عمره 62 عاماً لمعرفة ملابسات القضية.